عليكم، ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنبدأ لاب 4، هندرس فيه نظريه سيفنين. عايزين نظريه سيفنين دي نعمل لها نفس الكلام برضو فاليديشن. طيب ايه اصلا الهدف من نظريه سيفنين، او هي اصلا اتعملت ليه؟ قال لك انت لو عندك الكتريكال نتورك، يعني ايه الكتريكال نتورك؟ انا زي ما انت شايفين حاططها جوه بوكس، يعني نتورك كده او دايره متوصله فيها مقاومات كتيره سيريز وبارلل، ما احناش عارفين التوصيل عامله ازاي، وانا ما يهمنيش النتورك اللي موجوده هنا شكلها عامل ايه، تمام؟ بس انا اللي اعرفه عن النتورك دي ان هي لينير نتورك، يعني دايره ايه، دايره خطيه، وفيها بيغذيها سبلاي، تمام؟ دي سي سبلاي، وهنا هوصل ايه، هنا هوصل طرف اللود. طيب سيفنين ده يعني هيعمل لنا ايه، هيسهل لنا الحسابات الدايره دي ازاي؟ قال لك بدل ما انت بقى تشتغل كي في ال وكي سي ال والنظريات التحليل كلها بتاعت السيركتس، لا، قال لك احنا ممكن نشيل النتورك دي كلها خالص كده بالسبلاي بتاعها، بالفي سي سبلاي، بالفي اس ده كده، الدي سي سبلاي بتاعها ده، ونمثلوها، نعمل لها ريبريزنتيشن، طب تمثيل بسيط كده وسهل، بي ار 7 مقاومه واحده وفي 7، تمام؟ هو ده الهدف منها، ان انت تشيل النتورك دي وتعمل لها ريبريزنتيشن بايه، بار 7 وفي 7. طيب ده هيفيدني في ايه؟ لا، هيفيدك كتير، ان انت تقدر بسهوله ان انت يعني تقدر تحسب الكرنت اللي هيمشي في اللود، تقدر تعمل شوف حسابات الماكسيمم باور ترانسفير اللي تقدر توصل لللود، تمام؟ فده هنا الاناليسيس للسيركت زي كده عباره عن مقاومتين بس كده، لود وار 7 وفي اس وسبلاي واحد، غير لما يبقى عندك نتورك كبيره كلها مليانه مقاومات سيريز وبارلل ونتورك صعبه يعني، تمام؟ فهو ده هدف دايره 7. طيب ازاي بقى ان انا اعمل فاليديشن لنظريه 7، تمام؟ تعال نشوف نتورك. نتورك اللي عندنا مش هنصعب النتورك قوي، هنجيب بس ثلاث مقاومات نوصلهم بالطريقه دي، تمام؟ ان دول كده هيبقوا متوصلين كانهم في شكل ستار، تمام؟ وعندنا الفي اس اللي هو هيبقى 10 فولت، وعندنا الار نود، تمام؟ انا ما يهمنيش المقاومات دي قيمتها كام، وممكن التوصيله دي انا اعملها بتوصيله ثانيه اصعب، بس ايه، انا اخترنا التوصيله دي توصيله معينه كده، خلاص؟ طيب احنا بقى عايزين نكون ال 7 ايكوفالنت سيركت للدايره دي، هنكونها ازاي؟ قال لك من الرسمه دي ان انت لازم اول حاجه تجيب ار 7 وتجيب في 7. طيب اجيب في 7 ازاي؟ قال لك ان انت تشيل اللود، انا هعتبر ان ده اللود، انا عايز اجيب 7 بين الطرفين دول، دايره 7 ايكوفالنت بين الطرفين دول، هتعمل ايه؟ قال لك شيل اللود ده كده خالص، تمام؟ يعني اعمل اوبن سيركت، عملت اوبن سيركت خلاص، وقيس الفولتج بين الطرفين دول، توصل الدايره، توصل هنا 10 فولت اللي هو السبلاي ده، وقيس الفي 7 وتسجل القيمه بتاعته. طيب بعد كده تعمل ايه؟ تقيس ار 7. طب قال لك ار 7 اللي هي المقاومه دي هجيبها منين؟ قال لك تعمل ايه؟ تمسك السبلاي ده تدفيه، تخليه ايه؟ تعمل له اوف اوف، يعني يبقى 0 فولت، 0 فولت يعني شورت سيركت، يبقى انا عملت شورت سيركت مكان السبلاي، خلاص؟ واقيس هنا ايه؟ واقيس هنا بالافو المقاومه اللي بين الطرفين دول، اللي انا عايز اجيب عندهم ال 7 ايكوفالنت سيركت، واسجل قيمه الار 7، يبقى انا عارف في 7 وار 7، خلاص؟ وهرسم الدايره دي، تمام؟ وابدا ان انا احسب ايه بقى؟ واوصل اللود اللي عندي، تمام؟ طيب واحسب قيمه الاي 7 اللي هو الكرنت اللي ايه؟ كان الاي 7 ده، كان الكرنت ده اللي هيتسحب من دايره 7 ويخش في مين؟ في اللود. قيمته هتساوي كام من القانون اللي هو الكي في ال؟ الفي 7 على مجموع المقاومات اللي هي ار 7 زائد ار لود. يبقى انا ار 7 في 7 جبتها من الدايره دي، ار 7 جبتها من الدايره دي، وار لود هحسب قيمتها بالايه؟ بالاف. هجيب اللود ده واقيس المقاومه بتاعته بالايفو واطلع قيمه الاي 7، تمام؟ طيب بعد كده هقيس، مش الكرنت اي 7 ده هو يعني ده الكرنت اللي ماشي في دايره 7 وهو نفسه اللي هيمشي في اللود، واحنا قلنا 7 بيقول ان الدايره بتاعته دي هي نفسها الدايره دي بالظبط، 7 هو بيقول كده ان الدايره دي هي نفسها الدايره دي، معنى كده ان الدايره دي هي نفسها الدايره دي، يبقى اكيد اي 7 اللي هيمشي هنا واللي هيمشي في اللود هو نفسه اي لود اللي هيمشي هنا، صح؟ يبقى عشان لو 7 كلامه صح، يبقى معنى كده ان اي 7 اللي هيمشي في الدايره دي هي نفسها الاي لود اللي هيمشي في المقاومه دي، هو نفسه اي لود اللي هيمشي في المقاومه دي، تمام؟ يبقى انا هقيس اي لود للدايره دي، هوصلها ماشي ومعايا البي سبلاي اللي هو 10 فولت، وهقيس اي لود، لو طلع اي 7 تمام هو نفسه الاي لود، يبقى كده يبقى دايره 7 دي مظبوطه، او نظريه 7 دي موجوده، ان ايه، ان الايكوفالنت سيركت بتاعته دي هي نفسها بتكافئ الدايره دي بالظبط، تمام؟ يبقى الملخص ثاني سريعا كده، ان هدف دايره عشان نعمل فاليديشن ليها، امتى الفاليديشن ده يطلع صح؟ لما يطلع اي 7 بيساوي اي لود. ده معناه ايه؟ معناه ان القيمه اللي جايه من دايره 7 بيزد على الار 7 والفي 7 اللي طلعنا منها اي 7 هي نفسها مين؟ هي نفسها الاي لود اللي جايه من الدايره الاصليه، تمام؟
بس تعال بقى نشوف اول حاجه ان احنا هنوصل السيركت دي كلها زي ما هي كده خلاص، ونحسب الاي لود بكام. فزي ما انت شايف كده معايا ار 1 اللي هي المقاومه دي، ومعايا ار 2 اللي هي المقاومه دي، ومعايا ار 3 ما يهمنيش قيمتهم كام خلاص، ومعايا السبلاي اللي هو الفي اس اللي هو 10 فولت خلاص، وموصل الطرفين بتوعه، ادي الطرف البوزيتيف هنا والطرف النيجاتيف هنا. المفروض ان انا هجيب اللود، اللود هيبقى عندي المقاومه دي تمام، المفروض ان انا هوصله هنا كده تمام، وعايز اقيس بقى ايه الكرنت اللي ماشي، الكرنت اللي ماشي في مين؟ في اللود ده، يعني الكرنت اللي هيكمل يمشي هنا كده هعديه في اللود ويكمل هنا. فهجيب بقى بالايفو اول حاجه هظبط ان هو السلكتور ده على الامبير الملي امبير، واختار الرينج بتاعه مثلا بالملي اوم، وهو خلاص دي سي. هقيس بقى الكرنت اللي طالع من المقاومه خلاص اهو، الطرف الاحمر والطرف التاني داخل فين؟ داخل عند النود دي. هلاقي الكرنت هنا كام؟ 1.47 من 100 ملي امبير. يبقى هسجل هنا اي لود 1.47 من 100 ملي امبير. لو طلع اي 7 نفس الرقم ده يبقى قانون 7 ده صح. طيب عشان نكون دايره 7 اول حاجه هنقيس فيه زفين. هنشيل ايه اول حاجه؟ قال لك عشان تجيب في 7 تعمل هنا اوبن سيركت، شيل اللود خالص، ادي شلت اللود خلاص، واقيس الفولت بين الطرف ده والطرف ده اللي هو كان مكان اللود. هجيب بس هنا الفولتج خلاص وابدا اقيس الفولت، ادي هنا الطرف البوزيتيف بتاعه هنا، وادي الطرف النيجاتيف هنا. هلاقيه هنا كام؟ 2.5. يبقى الفي 7 هنا كام؟ 2.5 فولت خلاص، اللي هي نفسها هنا 2.5 خلاص. بعد كده هقيس ار 7 ان انا هعمل هنا شورت سيركت، يعني هشيل السبلاي خالص ده تمام، وحامل هنا شورت سيركت بين الطرفين اللي انا كنت حاطط عندهم السبلاي. اوكي كده، بعد كده هجيب هنا اقيس المقاومه بين الطرفين دول، هوصل هنا عند الاوم خلاص وابدا اقيس المقاومه. هيطلع 1.2 كيلو اوم. خلاص بعد كده هقيس مين؟ هقيس ار لود. طب انا ليه هقيس ار لود اصلا؟ لان من الدايره دي انا هكون الدايره دي انا عايز اجيب اي 7. طب هجيبه ازاي؟ هجيبه من الفورمولا دي من القانون ده ان هو عباره عن في 7 على ار 7 زائد ار لود. انا طلعت ده وطلعت ده، يبقى محتاج اجيب مين؟ ار لود. هتقولي طب ما توصل الدايره دي، ما هي الدايره دي انا اصلا عشان اجيب مقاومه قيمتها 1.2 كيلو اوم واجيب في 7 ممكن ما اعرفش اجيب قيمه المقاومه دي، ما عنديش مقاومه قيمتها بالقيمه دي واوصل ار لود عشان اقيس الكارنت. فانا ممكن على طول من الفورمولا دي اطلع قيمه الايه؟ الاي 7. فهقيس المقاومه بالايفو، هي المفروض ان هي مكتوب عليها 470 اوم بس انا هقيسها برضو، هيطلع كام؟ 465 اوم تمام، بس هنا بالكيلو عشان هي بوينت ايه، يبقى 465 من 1000 كيلو اوم خلاص. يبقى اي 7 هحسب بقى الكلام ده هنا كده، هنحسبه على الاله. عندك ال V7 هنا 2.5 على دلوقتي عندنا R7 1.2 كيلو اوم زائد بوينت 4.65 هيطلع هنا كام؟ 1.14 1.4872 ملي امبير. خد بالك هنا بالفولت، وانا هنقسم على قيمه مقاومه بس بالرينج بتاعها بالكيلو اوم، يبقى هيطلع الكرنت بايه؟ بالملي امبير. طبقت بس القانون ده خلاص، يبقى هنا يطلع هنا كام؟ 1
واربعه ثمانيه سبعه اتنين ملي امبير. طب تعال بقى نشوف هل صحيح ان الاي لود هو نفسه اي 7؟ الاي لود بكام اهو؟ 1.47%. ده هنا كام؟ 1 تقريبا مثلا 48% او 49%. يبقى تقريبا ان اي لود هو نفسه ايه؟ هو نفسه قيمه الاي 7. يبقى معنى كده ان داير ان نظريه 7 دي نظريه ما صحيحه، او نظريه ايه اتحققت او ان هي قانون مظبوط. عن طريق ايه؟ عن طريق ان الدايره اللي طلعت اللي هنا دي الاي 7 اللي احنا حسبناه منها طلع نفس الاي لود في الدايره الحقيقيه، يعني الحقيقي هو نفس القيمه اللي طلعت من 7 من قانون 7 اللي قال عليه. يبقى 7 صحيح. ده كده اول جزء. شكرا. ماشي يا شباب، احنا اتفقنا ان نظريه 7 لو انا عندي اي الكتريك سيركت هنا والالكتريك سيركت دي متوصله بار لود، الالكتريك سيركت ديت ممكن اعبر عنها باستخدام نظريه 7 ان انا اعبر عن الالكتريك سيركت ديت بفي 7 متوصل معاها سيريس ار 7. يبقى الالكتريك سيركت دي شلتها وعبرت عنها بالايكوفالنت سيركت بتاعتها بفي 7 وار 7، والار لود هتنزل زي ما هي. وشوفنا في المحاضرات ان قيمه الار لود لو ساوت الار 7 في الحاله دي بقدر اخد ماكسيمم باور، وكان القانون بتاع الماكسيمم باور في 7 سكوير على 4 ار 7. احنا عايزين نثبت الكلام ده عمليا. طب هثبت الكلام ده عمليا ازاي؟ هفترض ان الفي 7 عندنا ب 30 فولت، ان انا خلاص حسبتها وطلعت ب 30 فولت، وان الار 7 حسبتها وطلعت معايا ب 10 كيلو اوم. تمام؟ طيب فالماكسيمم باور نظريا ان المفروض ان الماكسيمم باور هتحصل لما الار لود بتساوي 10 كيلو اوم. طيب انا عايز ارسم علاقه ما بين الار لود وما بين الباور. تمام؟ هاخد قيم للمقاومات هفضل اغير فيها عند ال 10 كيلو اوم، وهاخد كذا قيمه قبلها وكذا قيمه بعدها. فالمفروض لما ارسم علاقه ما بين الار لود والباور يطلع لي كيرف بالمنظر ده، ان الماكسيمم باور حصلت امتى؟ لما الار لود ساوت الار 7. فاحنا عايزين نعمل الكلام ده عمليا. تمام؟ طيب فهنبدا نوصل الدايره اللي قدامنا ديت. هجيب سبلاي، والسبلاي ده هظبطه على 30 فولت، وهجيب الار 7 اللي هي ال 10 كيلو، وهوصل معاها مقاومه متغيره اللي هي بتمثل لي الار لود، وهبدا اغير قيمه الار لود ديت بستبات. مثلا هخلي الار لود بتاعتي تبدا ب 4 6 8 10، وانا عارف ان ال 10 ديت اللي المفروض يحصل نظريا عندها الماكسيمم باور، وانا عايز اثبت الكلام ده عمليا. وهاخد ثلاث قيم بعدها وثلاث قيم قبلها، وهوصل اميتر سيريس مع الدايره بحيث احسب الباور. انا عارف ان الباور على المقاومه هتساوي اي سكوير في الار. تمام؟ فهبدا اوصل الدايره ديت عمليا. هجيب السبلاي بتاعي وهظبطه على 30 فولت اللي هو بيمثل لي الفي 7، وهوصل معاه الار 7 اللي انا قلت لك عليها اللي هي ال 10 كيلو اوم اللي المفروض يحصل عندها الماكسيمم باور لما تساوي قيمه الار لود، وهوصل معاه هنا اميتر سيريس عشان احسب منه قيمه التيار اللي ماشي في الدايره، ويبقى متوصل معاه الار لود اللي هي المقاومه المتغيره بتاعتي اللي انا هقعد اغير قيمتها زي الجدول دوت كده. تمام؟ طيب كده عشان قبل ما نبدا بس نخش في التوصيل العمليه هشرح لك بس الايه الفاريبل ريزيستنس اللي احنا هنشتغل عليها او البوتنشيومتر. دي شكل الفاريبل ريزيستنس. الفاريبل ريزيستنس او البوتنشيومتر بيبقى ليها ثلاث اطراف. تمام؟ انت بتوصل اي طرفين منهم وبتقعد تغير قيمه المقاومه من فوق من هنا. هي المقاومه ديت المتغيره اقصى قيمه ليها 25 كيلو اوم. اقصى قيمه ديت باخدها لو انا وصلت اول طرف واخر طرف في الحاله ديت 25، اللي هو مهما اتغير في قيمه العجله ديت او المقاومه المتغيره هنا مش هتتغير. يبقى ده الماكسيمم فاليو بتاخدها ما بين الطرفين دول. احنا هنشتغل على اي طرفين منهم، فهي المقاومه المتغيره ديت كانها مقاومتين سيريس مع بعض، المقاومه ما بين الطرف ده والطرف ده، وما بين الطرف اللي في النص والطرف اللي جنبه. تمام؟ كل ما بغير العجله ديت بيتغير قيمه المقاومه ديت وقيمه المقاومه ديت، بحيث ان التوتال ما بينهم بيبقى 25 كيلو اوم. تمام؟ فاحنا هناخد اي طرفين منهم وليكن اول طرفين، وهبدا اوصلهم في الدايره عندي، وهبدا اغير قيمه الار لود او الفاريبل ريزيستنس عن طريق العجله ديت كده. تمام؟ طيب هبدا اوصل الدايره اللي عندي شبه الايه الدايره اللي انا قلت لك عليها. اول حاجه هجيب السبلاي بتاعي وهظبط قيمه السبلاي على 30 فولت. تمام؟ هوصل الطرف الموجب بتاعي دوت، هوصله سيريس مع الاميتر، هوصله سيريس مع الاميتر. تمام كده؟ وهاخد الطرف الثاني وهظبط طبعا الافو بتاعي على الملي امبير او الاميتر بتاعي. تمام؟ طيب وهاخد الطرف الثاني هوصله على المقاومه، المقاومه ديت اللي هي بتمثل الار 7، المقاومه دي بتمثل الار 7 قيمتها ب 10 كيلو اوم. تمام؟ وهيبقى سيريس معاها الار لود،
اللي هي البوتنشيومتر او المقاومه المتغيره، تمام، والرجل الثانيه دي هتبقى متوصل عليها الطرف السالب بتاع السبلاي بتاعي. كده انا وصلت الدائره بتاعتي. المفروض اول حاجه هظبط قيمه المقاومه المتغيره ديت على ثلاث ارقام قبل وثلاث ارقام بعد العشر، تمام. طيب فهظبط قيمه المقاومه المتغيره مثلا على 4 كيلو اوم، رقم قبل مين؟ قبل العشرة كيلو اوم اللي هي بتمثل الار 7. طيب انا عايز اقيس قيمه المقاومه دي، هتعمل ايه؟ اول حاجه هفصل بس الايه الطرف ده عشان اخليها اوبن سيركت، فهفصل الطرف ده عشان اخليها اوبن سيركت، تمام، وهقيس بالافو ما بين الطرفين دول، هجيبه على الاوم ميتر واظبط قيمه واقيس قيمه المقاومه بتاعتي، تمام. طيب ادي الافو بتاعي، هظبطه على الاوم وهاخد الطرفين بتوعه واقيس قيمه المقاومه ديت بكام. هوصل الام الاوم ميتر على الطرفين بتوع البوتنشيومتر وهبدا اشوف قيمه المقاومه بكام. هلاقيها ب 4 كيلو اوم، وفعلا انا كنت عايز اظبطها على 4 كيلو اوم. طيب عند ال 4 كيلو اوم خلاص انا كده ظبطت قيمه الار لود على 4 كيلو اوم. هبدا ارجع الدائره بتاعتي زي ما كانت. كده انا عرفت ان الار لود ب 4 كيلو اوم. الطرف اللي انا شلته اللي هو الاوبن سيركت ده اروح موصله تاني. كده انا رجعت الدائره زي ما كانت. هبدا ابص على الاميتر اشوفه مطلع كام ملي امبير. هلاقيه مطلع 2.13 ملي امبير. هاجي على الجدول اللي انا عملته دوت، لما الار لود ب 4 كيلو اوم لقيت ان قيمه التيار ب 2.13 ملي امبير. طيب انا كده اقدر احسب قيمه الباور. انا عارف ان الباور عباره عن اي سكوير في الار لود، اقدر احسب قيمه الباور بالاله الحاسبه. وهاجي على الكيرف بتاعي اللي هيبقى موجود في البوكلت عند 4 كيلو اوم، هكتب قيمه الباور بتاعتي لان انا عايز ارسم علاقه ما بين الار لود والباور، تمام. هبدا اغير قيمه المقاومه مثلا للقيمه اللي بعدها واللي بعدها بنفس الطريقه. وليكن انا عايز اظبط قيمه المقاومه على 10 كيلو اوم، ده الرقم اللي المفروض يحصل عنده ماكسيمم باور. هغير قيمه البوتنشيومتر عشان اظبطها عند 10 كيلو اوم. طيب هعملها ازاي؟ هاجي على الدائره بتاعتي برضو، هعمل اوبن سيركت هنا. طبعا انا بعمل اوبن سيركت علشان قيم المقاومه بتاعت الاسلاك ما تخشش معايا في الحساب. طيب هاجي على البوتنشيومتر نفسها، المفروض هقعد اغير فيها لغايه لما تيجي 10 كيلو اوم. طبعا هقعد ازودها، وفي كل مره هقيس بالاوم ميتر ما بين الطرفين دول واشوف قيمه المقاومه بتاعتي هتبقى بكام. هلاقي هنا 7.67 تقريبا. هقعد ازود العجله لغايه لما قيمه المقاومه معايا تظبط على 10 كيلو اوم، ومش لازم اجيبها 10 كيلو اوم بالظبط، يعني هقعد اغير فيها لغايه لما تظبط على 10 كيلو اوم. تمام انا كده بزود اهو، كده بقت 10 كيلو اوم. هو مش لازم تيجي بالظبط معاك يعني، تمام، هي كده 9 وشويه، ماشي، هي كده تقريبا 10 كيلو اوم. طيب بقت 10 كيلو اوم، خلاص انا ظبطت قيمه المقاومه على 10 كيلو اوم. دي قيمه الار لود اللي المفروض يحصل عندها ماكسيمم باور. طيب كده انا قست المقاومه خلاص واطمنت ان هي 10 كيلو اوم. هرجع الدايره زي ما كانت، هوصل السلكه ديت زي ما كانت، وهبدا اشوف قيمه الكرنت بكام. هبص هنا على قيمه الكرنت هلاقيها طلعت 1.48. هاجي على الجدول بتاعي اكتب 1.48 ملي امبير. ده كده قيمه الكرنت عند الار لود لما ساوت 10 كيلو اوم. بنفس الطريقه برضو هحسب الباور بتاعتي. الباور المفروض هتبقى اي سكوير في الار لود، والمفروض ان الرقم ده هيبقى ماكسيمم فاليو. هاجي على الرسمه بتاعتي او الكيرف بتاعي، لما الار لود بتساوي الار 7 ب 10 كيلو اوم، المفروض همثل نقطه الباور المفروض عندها بيبقى ماكسيمم باور. بنفس الطريقه هقيس بقيه المقاومات وامثل النقط بتاع الباور على الكيرف ده، فالمفروض هلاقي الكيرف بتاعي هيبقى حاجه بالمنظر ده كده. ولما اجي اوصل النقط دي ببعض الكيرف بتاعي المفروض يطلع بالمنظر ده. وانا من خلال الكيرف دوت هستنتج لما قيمه الار لود بتساوي الار 7 عندها بيبقى ماكسيمم فاليو. ودوت كان الهدف من التجربه ديت، ان انا اثبت ان الماكسيمم باور بتحصل لما الار لود بتساوي الار 7.